جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة لحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020-2021. مسألة الحد الأقصى للأجور ده بند من البنود المهمة. لما تم إصدار سنة 2014 القانون رقم 63 تم مخاطبة بيه كافة الهيئات والأجهزة في الدولة، وفي حقيقة الأمر السيد الرئيس سن سنة حسنة في هذا الأمر ووضع نفسه تحت هذا الأمر وقام بالتبرع بنصف راتبه، وكانت ثورة حقيقية في مسألة العدالة الاجتماعية. ليجب أن نقوم بأي تعديل تشريعي واجب في هذا القانون لإخضاع كافة الأجهزة والمؤسسات. وخلال الجلسة العامة وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة مع إحالة جميع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. الجلسة شهدت الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والموافقة على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020-2021، والموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والموافقة على الحسابات الختامية للمجلس للعام المالي 2020-2021. وفي ختام الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بمدينة دمياط.